أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من الإمارات وتتابعون فيه الليلة. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يتبنى منهجية محسنة للإبلاغ عن نسبة القروض المتعثرة. مركز الفجيرة للإحصاء ينهي المرحلة الأولى من مسح دخل وإنفاق الأسرة في الإمارة. وتفعيل أول هوية وطنية رقمية في الإمارات. أهلا بكم. أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التعاون العسكري المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز العمل في مواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الإقليمي بشكل عام والأمن القومي العربي بشكل خاص، ويوثق عرى المحبة عرى المحبة والتفاهم التي تجمع بين أبناء الشعبين الشقيقين منذ القدم. جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس، جانبا من التمرين العسكري المشترك الثوابت القوية واحد بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الجيش العربي على أرض الدولة. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان عن تقديره الكبير لحرص الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على تعزيز العلاقات الإماراتية الأردنية، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم كاريوكي موكوي قنصل عام جمهورية كينيا الذي قادم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهامه أو مهام عمله لدى الدولة. وأتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للقنصل التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية مثنيا على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الدولة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والاجتماعية بالفجيرة في دعم المجال الفكري والمجتمعي وترسيخ قيم المعرفة بين فئات المجتمع ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات إلى العالم. جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية المنتخبين مؤخرا برئاسة خالد الضنحاني، وهنأ سمو ولي العهد أعضاء المجلس الجديد على ثقة زملائهم من منتسبي الجمعية، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول خطط الجمعية المستقبلية، واطلع سموه على ما أنجزته الجمعية من مشاريع ومبادرات في الجانب الأدبي والثقافي والاجتماعي والرياضي، موجها بضرورة الاستمرار بالمبادرات والأفكار المبتكرة التي تدعم أهداف الجمعية وتعزز مشاريعها. وتقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد على دعمه الكبير لإنجاح نشاطات الجمعية ومشاريعها الثقافية وترسيخ تميزها في العمل المجتمعي. هذا وقد حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إننا حقيقة لا نستطيع أن نوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة في الهجمات التي طالت 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية للدولة مؤخرا، لأننا لا نملك الأدلة. مضيفا سموه إذا كان هناك دول أخرى عندها أدلة أوضح فالمجتمع الدولي بالتأكيد سيستمع لها، ولكن كي نكون جادين يجب أن تكون هذه الأدلة واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية، مضيفا سموه أننا في منطقة مضطربة ومهمة للعالم ولا نريد المزيد من الاضطرابات والقلق، ولكن نريد المزيد من الاستقرار والتنمية. تابع سموه نحن قدمنا عرضنا الأول لمجلس الأمن وأصدرت الدول الثلاث المعنية بالهجمات وهي الإمارات والنرويج والمملكة العربية السعودية بيانها بعد ذلك العرض، كما أصدرته لوكالة الملاحة الدولية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ألكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة منها القضائية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. فيما رحب ألكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مشيدا بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وما تشهده أوجه التعاون المشترك من تطور في العديد من المجالات. هذا وقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وألكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين. اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار استكمال الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة للانتخابات، وحرصا من اللجنة على توعية كافة المعنيين بالانتخابات 2019 بقواعد وأحكام العملية الانتخابية. وتحتوي التعليمات التنفيذية 69 مادة مقسمة على 9 فصول، وتشكل الإطار التشريعي الذي ينظم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، مما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وتشرح كل ما يتعلق بالانتخابات من حقوق وواجبات للناخبين ومسؤولية أعضاء الهيئات الانتخابية وتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات. وقد اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعديلات وإضافات على انتخابات 2015 تركزت في شرح وتفصيل قرار رئيس الدولة رقم 1 لعام 2019 بتعديل قرار 3 لعام 2006 وما ورد عليه من تعديلات بشأن تمثيل النساء 50% في المجلس الوطني الاتحادي. إذن مشاهدينا حلقتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. المركزي يتبنى منهجية محسنة للإبلاغ عن نسبة القروض المتعثرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تشاور المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي لتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة كي تتوافق منهجيته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. منهجية المصرف المركزي السابقة تبدو القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعة على نحو مبالغ فيه مقارنة بدول أخرى،
ويعود ذلك إلى إدراج الفوائد المتعلقة أو المعلقة، وتتطلب أنظمة مصرف الإمارات المركزي تعليق الفوائد على القروض التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوماً أو تم تكوين مخصصات بشأنها، ولا تجوز إضافة الفوائد المعلقة إلى حسابات الأرباح والخسائر، وبالتالي فإن الفوائد المعلقة لا تعتبر جزءاً من القروض المتعثرة. ويوفر صافي القروض المتعثرة مقارنة بديلة مع القطاعات المصرفية الأخرى نظرا للتباين في سياسات تكوين المخصصات وشطب الديون فيما بين الدول. وسينعكس هذا التغيير في المنهجية في المنشورات التي ستصدر لاحقا عن المركزي وفي التواصل مع أصحاب المصالح اعتبارا من الربع الثالث من سنة 2019. ارتفع إجمالي احتياطات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى نحو 298 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم خلال الأشهر الأولى الخمس من العام الجاري. وبحسب تقرير المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، فقد جاءت زيادة في الاحتياطيات بدعم من ارتفاع بند الاحتياطي الإلزامي للبنوك، حيث بلغت قيمة الرصيد 126.3 مليار درهم في مايو من العام الجاري. كذلك ارتفع بند الحسابات الجارية للبنوك إلى مستوى 24.5 مليار درهم، وشهادات الإيداع 147.1 مليار درهم. وعلى مستوى الائتمان، فقد أظهر التقرير ارتفاع رصيد قيمة الائتمان المقدم للحكومة إلى 204.8 مليار درهم خلال شهر مايو. فيما بقي معدل التكلفة على الودائع المصرفية عند مستوى 1.8% إلى 1.1% في نهاية شهر مايو. أما بند المخصصات الخاصة للبنوك والفوائد المعلقة فقد بقي عند مستوى 94.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المخصصات العامة 32.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي. أعلنت شركة ميرسر الاستشارية في مجال تطوير الصحة والثروة والوظائف والمملوكة كليا لشركات مارش أن مكليلان أمس عن نتائج دراسة تكاليف المعيشة للعام 2019، حيث صنفت دبي بالمرتبة 21 وأبوظبي 33، فيما صنفت الرياض في المرتبة 35 ضمن أغلى المدن للمغتربين في الشرق الأوسط.
تعكس هذه النتائج النجاح المستمر لجهود دولة الإمارات في تنويع مجالات اقتصادها بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، لاسيما بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية 2021. وقد أصبحت دراسة تكلفة المعيشة السنوية التي تجريها ميرسر مرجعاً أساسياً للعديد من الشركات متعددة الجنسيات من أجل حساب التعويضات المناسبة للموظفين المغتربين. وقد سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 2.2% في الربع الأول من العام 2019، وأحرز الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 1.6% في العام ذاته، كما تعد دراسة ميرسر أحد أكثر الاستبيانات شمولاً في العالم. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلنت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين عن انعقاد القمة في دورتها لهذا العام تحت شعار جديد هو تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام، وذلك يومي 20 و21 من أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويطرح على منصة النقاش خلال القمة محاور متعددة تشمل آليات التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي والحلول الخضراء المبتكرة لبناء مستقبل أخضر مستدام في جميع القطاعات. وكانت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة قد عقدت اجتماعا تحضيريا تم خلاله استعراض الأجندة والمحاور الرئيسية للقمة المقبلة والتي تركز على دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. We'll be right back.
وقد أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سعيد محمد الطاير، أكد أنه من أهداف إطلاق الشعار الجديد هو التركيز على عدة مقومات مهمة للوصول إلى اقتصاد أخضر حقيقي وناجح، وتسليط الضوء على آليات التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي وحلول خضراء مبتكرة لبناء مستقبل مستدام يعمل على ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع باتريسيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أوجه التعاون الثنائي القائم بين الجانبين في مختلف المجالات التنموية بالتركيز على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تبادل الجانبان وجهة النظر حول الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتغييرات المنتظرة في قيادات مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد إتمام الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام الجاري. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها تنسيق لاستضافة الدولة مجلس أعمال تجاري إماراتي أوروبي مشترك ضمن فعاليات إكسبو 2020، أيضا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الجهود الراهنة لتحريك مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة فيما بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنصوري في مقر الوزارة بدبي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة اقترح تنظيم مجلس أعمال إماراتي أوروبي مشترك العام المقبل في دولة الإمارات ضمن فعاليات الحدث الدولي إكسبو 2020 والذي يشهد مشاركة واسعة من دول الاتحاد الأوروبي. لاقت عملية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين العالميين الذين وصلت طلباتهم للاكتتاب بها إلى 4.8 بليار دولار أمريكي من أصل حجم الإصدار البالغ 500 بليون دولار. وجاءت تسعيرة الإصدار بعائد 5% غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات، وهو أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ هذه الفئة بمنطقة الخليج العربي، والذي يعكس متانة المصرف وملاءته المالية التي جذبت كبريات المؤسسات والأفراد عالميا لهذا الاكتتاب. محمد عبد الله رئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قال: نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والذي وضع بصمة الإمارة عالميا وعلى الصعود كافة، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإصدار التاريخي الذي لم تشهده المنطقة من قبل بهذه التسعيرة.
الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أكد أيضا المكتتبون العالميون أدركوا في هذا الإصدار متانة ومعدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة الشارقة ودورها المتنامي على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية ورؤية صاحب السمو في ضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لتعزيز قدرات الجهات المختلفة في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن الموافقة على طلبات 390 مواطنا لاسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 17.52 مليون درهم، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد. مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أعلن عن تجاوز عدد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة 300,000 مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين في نظام الضريبة الانتقائية حوالي 724 مسجلاً. أكدت الهيئة البدء بتطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة بداية من شهر أبريل الماضي. ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة يتم بموجبها إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص يمارس الأعمال خارج الدولة ولكنه غير خاضع للضريبة وغير مقيم فيها أو إحدى الدول المطبقة ومقيم في دولة ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية إن الكيان الجديد الناتج عن عملية دمج شركتي شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية والذي سيحمل اسم مجموعة أبوظبي المالية سيكون ثاني أكبر كيان مالي استثماري في المنطقة، مبينا أن أسهم شعاع قيمت ب 1.12 درهم في حين تم تقييم سهم مجموعة أبوظبي ب 1.6 درهم، مؤكدا أن الكيان الجديد سيبقى مدرجا في سوق دبي المالي ولا نية للإدراج في أسواق أخرى. ومن المتوقع إدمام الصفقة في الربع الثالث من هذا العام، وقال صديقي إن عملية الدمج جاءت من الرؤية الاستراتيجية لضرورة عملية التكامل في الأنشطة وإيجاد كيان كبير قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ويحقق وفورات كبيرة ويرفع من كفاءة الإدارة والأداء، خاصة أن العصر الحالي هو عصر الكيانات الكبرى، لذا نجد موجة كبيرة من عمليات الاندماج في أسواق المنطقة ومنها أسواق الإمارات.
صديقي أضاف أيضا أن مجموعة أبوظبي تعمل في 7 أسواق، هي الإمارات والسعودية والكويت والأردن والمملكة المتحدة وتركيا ومصر، مشددا على أهمية التركيز حاليا على الأسواق التي توجد فيها المجموعة والتركيز على الصيرفة والاستثمار وإدارة الأصول والثروات. أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر 2018، مشيرة إلى تحقيق إيرادات قياسية بلغت 232.4 مليار درهم وأرباح صافية بقيمة 21.4 مليار درهم. تأتي تلك الأرقام رغم الارتفاع في أسعار النفط والسلع في الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إضافة إلى تزايد التقلبات في أحوال الاقتصاد العالمي. بلغ صافي الربح العائد لحملة أسهم المؤسسة إلى 16.3 مليار درهم لينخفض بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. ويعود انخفاض صافي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع في الوقت نفسه. ارتفعت الأصول إلى 879.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة بنهاية العام 2017. يرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. الشيباني علق أو عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية علق قائلا في العام الماضي أظهرت محفظة أعمال المؤسسة مرونة من خلال قوة أدائها التشغيلي والمالي على الرغم من الظروف الصعبة والمبهمة في الأسواق العالمية، وبالرغم من تلك التقلبات سيبقى تركيزنا في المؤسسة على تنمية أعمالنا الرئيسية وتعزيز الكفاءات التشغيلية التي من شأنها تحقيق النمو المستدام والمساهمة في ازدهار دبي. نجح مركز الفجيرة للإحصاء في إنجاز المرحلة الأولى للمسح الميداني الخاص بدخل وأنفاق الأسر في الإمارة بفريق عمل قوامه 15 باحث زار 648 أسرة في إمارة الفجيرة. وأوضح دكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن العينة الإجمالية للمسح تستهدف 1296 أسرة مواطنة ومقيمة و148 أسرة جماعية و14 تجمع عمالي على مستوى الإمارة، وأن العمل في المسح يستغرق عاما كاملا سينتهي استحقاقه في يناير المقبل.
مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم حتى السادسة، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تواصلت عمليات التوسع في مبادرة الهوية الرقمية لدولة الإمارات التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي بالتعاون المشترك والمتواصل بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، بهدف توفير أول هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، والتي تتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية إلى جانب خدمات القطاع الخاص من خلال تطبيق ذكي واحد وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك. وتكرس هذه المبادرة الجهود على مستوى الدولة في هذا المجال، حيث يجري العمل الآن على المضي قدما لتطبيق هذه الخدمة في كافة الإمارات بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية. وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بنت بشر مدير عام دبي الذكية أن مبادرة الهوية الرقمية لدولة الإمارات تشكل دعامة رئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دبي ودولة الإمارات واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. وقد تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية تطبيقا لمفهوم الحكومة الشاملة الذي يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات الجهات المشاركة على مستوى دولة الإمارات من القطاعين الخاص والحكومي عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، وتتوافر هذه الخدمة ضمن خدمة باشر أعمالك التي يمكن للمتعاملين استخدامها لإصدار رخصة تجارية خلال 15 دقيقة. دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد النهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. أمس دشن منصة أم اللولو إحدى أكبر منصات النفط البحرية في العالم لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، والتي تم إنشاؤها بالكامل داخل الدولة من قبل شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إذانا بإبحارها إلى حقل أم اللولو. وقد أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان عن فخره بهذا الإنجاز الوطني المهم في قطاعي التصنيع والطاقة كنموذج للصناعة الوطنية الواعدة، مؤكدا أن التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجهود وأفكار كوادرنا الوطنية تقف وراء هذا الإنجاز الاستثنائي، وتؤكد عدم وجود كلمة مستحيل في قاموس أبناء الإمارات. We'll be right back.
وقد توقع أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية نمو الإيرادات 34% هذا العام بفضل عقود خارجية فازت بها. وأشار الظاهري إلى أن إيرادات الشركة المتخصصة في خدمات النفط والغاز وتملك فيها الحكومة حصة الأغلبية ستبلغ 7.1 مليار درهم مقارنة ب 5.3 مليار درهم العام الماضي. ذكر تقرير حركة الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي أن إمارة عجمان شهدت نموا ملحوظا في عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشمل النمو جميع أنواع الرخص التجارية والصناعية والمهنية، كما ارتفعت نسبة الرخص المجددة إلى 41%. وتعكس نتائج تقرير حركة الأعمال الإيجابية استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالوضع الاقتصادي ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة، والذي ما يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال، وذلك في ظل المبادرات والبرامج التي تنفذها الدائرة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها. فاطمة أحمد الشامسي مديرة قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية كشفت أن عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول بلغ إجماليه 1665 رخصة، وتوزعت على 1191 رخصة مهنية جديدة، وبنسبة نمو بلغت 80% أو 200% 80% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، و 418 رخصة تجارية جديدة و 35 رخصة صناعية جديدة. وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة، وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه أو حساب سموه الرسمي في تويتر: اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند، والذي يقيس جاذبية 57 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار. الإمارات الأولى عربيا والسادسة عشر عالميا. أرى بلدي الأفضل عالميا، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات. وتصدر وعن تصدر الإمارات في مراتب قوائم الإحصاءات العالمية نتابع التقرير التالي. دائما ما ارتبط اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بالترتيبات الإحصائية العالمية، فبأي تصنيف عالمي يكون لهذه الدولة ترتيب متصدر فيها؟ ففي الإحصاء الأخير للمؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره شركة فيوتشر براند البريطانية للدراسات والاستشارات المتعلقة بالعلامات التجارية، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في القائمة إقليمياً والمركز السادس عشر عالمياً. إلا أن ذلك لم يوقف طموحات رجالات الدولة وقياداتها الرشيدة عن السعي للتقدم أكثر فأكثر من خلال العمل الجاد والدؤوب نحو تحقيق نتائج أكبر والسعي للمرتبة الأولى عالمياً. فدولة لا مستحيل تقدمت بالفعل ثلاث مراتب في القائمة السابقة للمؤشر ذاته
الصادرة في العام 2014، حيث صنفت حينها الإمارات بالمرتبة 19 عالمياً في جاذبية الدول، مؤكدة سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها. الأمر الذي أكده سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الشخصي على تويتر بعد اطلاعه على تصنيف المؤشر العالمي الأخير، عندما قال: اطلعت على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند، والذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار. الإمارات الأولى عربياً والسادسة عشر عالمياً، أرى بلدي الأفضل عالمياً، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في المجالات كافة. يعتبر مؤشر فيوتشر براند كونتري إندكس من أهم الأدوات الموثوقة عالمياً لتقييم جاذبية الدول وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والأفراد المتمتعين بالمواهب والقدرات الخاصة القادمين من دول أخرى. وتعتمد فكرة المؤشر على اختيار 75 دولة هي الأعلى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن البنك الدولي، ثم المفاضلة بين هذه الدول في قوة علاماتها التجارية وفقاً لآراء عينة واسعة النطاق من الأفراد في أداء كل دولة في 6 معايير مختلفة، من ضمنها مستوى جودة المعيشة وثقافة كل دولة وغيرها من المعايير. صدارة المؤشر هذا العام كانت من نصيب اليابان التي احتلت المركز الأول في القائمة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي خضم عصر سريع وذكي ومتلاحق استطاعت بمركزها 16 أن تتفوق حتى على فرنسا وسنغافورة وبريطانيا وإسبانيا وروسيا والصين. الإمارات الأولى عربياً والسادسة عشر عالمياً، في حين تفوقت على بلاد مثل الصين وغيرها من البلدان المتطورة. إذا متابعينا، هذا كان كل ما لدينا لحلقتنا لهذه الليلة. نلقاكم الأحد في تمام الخامسة في أمان الله.